السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هي أجمل تحية عطرة نهديها لكم أعزائنا مشاهدي قناة كويت سبورت من تلفزيون دولة الكويت في كل مكان، ويسعدنا أن نكون معكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عالم الصحافة لتسليط الضوء على أبرز ما طلعتنا به الصفحات الرياضية لهذا اليوم من مواضيع متنوعة، فأهلا وسهلا بكم معنا. حياكم الله من جديد، وبداية مع الصحافة المحلية ومن بطولة أغلى الكؤوس، فإن المباريات التي لعبت بالأمس ضمن إطار المجموعة الثانية لكأس الأمير شهدت ثلاث حالات فوز، ومن الملاحظ أن أغلب الفرق التي سجلت في البداية هي التي خسرت في النهاية، وهذا الأمر ينطبق على الأخضر الذي سقط بشكل غريب أمام البرتغالي، وأيضا في اللقاء الذي جمع أحمر المنطقة العاشرة مع رجال تهليس، غير أن الوضع اختلف قليلا في المباراة التي تواجه بها أبناء الأحمدي مع العنابي. استحق العربي الخسارة واستحق كاظم النجومية والنقاط الثلاث في المواجهة التي جمعتهما أمس وانتهت لصالح البرتغالي 3-1 ضمن المجموعة الثانية لمسابقة كأس سمو الأمير التي تقام بنظام المجموعتين، فقد خطف التونسي أمين الشرميطي هدفا في الشوط الأول بعد أن مرر له علي مقصيد كرة جميلة، وفي الشوط الثاني تمكن المحترف فابيانو من إدراك التعادل لكاظما، وسجل البرتغالي هدف الفوز الثاني عن طريق ناصر فرج، وعاد فابيانو وسجل الهدف الثالث من انفراد ولا يوجد أحد يوقفه. فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي السلمية على الفحيحيل بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد مبارك العيار، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم، ليضيف الفائز أول ثلاث نقاط إلى رصيده في حين بقي رصيد الخاسر دون نقاط. وشهدت المباراة تألقا واضحا للمحترف الجديد للسماوي الأردني محمود زعترة، والذي سجل 3 أهداف في أول ظهور له، وفي مباراة أخرى اقتنص الشباب 3 نقاط غالية بفوزه على النصر بهدفين لهدف. ومن أخبار كأس سمو الأمير إلى نهائي كأس سمو ولي العهد، فإن نهائي كأس سمو ولي العهد لكرة القدم الذي سيقام بعد غد الاثنين سيتعدى كونه مباراة نهائية للبطولة الغالية، فهو سيحتوي على عدد من الفعاليات للجماهير التي ستحضر المواجهة المرتقبة. وبالانتقال إلى كرة السلة، فإن القوانين الأساسية قد عدلت لتكون بمثابة الخطوة الأولى على طريق الإصلاح الذي ينشده الجميع. أكد عضو لجنة التسويق في الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبد الله الجيران أنه تقرر دخول الجماهير إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس سمو ولي العهد والمقررة بعد غد الاثنين على استاد جابر الأحمد الدولي وتجمع بين القادسية والكويت مجانا. وأوضح الجيران أنه تم الانتهاء من طبع تذاكر المباراة والتي ستحصل عليها الجماهير مجانا من أكثر من منفذ في استاد جابر، حيث سيتم إجراء سحب علني على 3 سيارات وعدد من الهواتف الخلوية. وأشار إلى أن المهرجان الذي سيسبق المواجهة النهائية سيشهد عددا من الفقرات منها فقرة غنائية. اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة النظام الأساسي الجديد للاتحاد، وذلك خلال انعقاد الجمعية بحضور النصاب القانوني والمكون من ممثلين لسبعة أندية هي الكويت، القدسية، العربي، الجهراء، الساحل، النصر وكاظما. وشهد النظام الأساسي الجديد إدراج بعض البنود الجديدة من خلال اعتماد نظام الصوت الواحد في الانتخابات المقبلة، وأنه يحق لأي من أعضاء الاتحاد الوجود في مجلس الإدارة لمدة دورتين انتخابيتين.
وشهدت الجمعية أيضا تحفظ ممثل نادي القدسية على بعض بنود النظام الأساسي. ومع خبر كأس سمو ولي العهد طوينا معكم مشاهدينا الصحافة المحلية، لننتقل إلى الصحف العربية بعد الفاصل. بداية أخبارنا العربية من دولة قطر الشقيقة، فقد أقيمت مساء الأمس 4 لقاءات ضمن الجولة 16 من دوري نجوم قطر لكرة القدم، وكانت أبرز النتائج تلك التي سجل فيها المتصدر فوزا على عيال الذيب، ربما سيقربه كثيرا نحو انتزاع لقب البطولة القوية. وبالذهاب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الإثارة بقيت على أشدها ما بين الجميع هناك، خاصة في تلك المقابلة التي جمعت المتربع على قمة المسابقة مع الفريق الملقب بالإمبراطور. انتزع الأخوي المتصدر فوزا هو الأثمن له في دوري نجوم قطر لكرة القدم حتى الآن، وذلك عندما ألحق في مطارده السد أول هزيمة بتغلبه عليه بهدفين لهدف في المباراة المثيرة التي جمعت بين القطبين الكبيرين مساء أمس على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد ضمن الجولة 16 من البطولة. وكان الأخوية هو من تقدم بهدف السبق عن طريق نامتاي، غير أن السد استطاع أن يعيد التوازن للمباراة بالهدف الذي سجله علي أسد. وفي الشوط الثاني نجح اللاعب محمد موسى في تسجيل هدف الفوز للأخوية. استرد الجزيرة أمس صدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم مؤقتا وحسم قمة الجولة 14 لصالحه بفوزه على الوصل 3-2 على ملعب الوصل بزعبيل، ورفع رصيده إلى 32 نقطة منفردا بالمركز الأول، وتجمد الوصل عند النقطة 29. أحرز للجزيرة الميدا وسيف المقبالي وليوناردو، وللوصل مينديز وليما. وفي لقاءات أخرى تغلب الأهلي على الإمارات 3-0 وتعادل الشارقة والشباب سلبيا. وتختتم الجولة اليوم بثلاث مباريات، فيستضيف بنياس فريق العين الباحث عن استرداد القمة، ويلعب النصر مع الظفرة والوحدة مع حتى. وللحديث أكثر عن منافسات دوري الخليج العربي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ينضم معنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ العوض النمر الصحفي في جريدة البيان الإماراتية. أستاذ العوضي حياك الله معنا في البداية. حياك الله وأهلا وسهلا فيك. حياك الله. خلنا نتكلم أستاذ في بداية عن متابعتكم للقاء الوصل والجزيرة بالأمس ضمن الدوري الإماراتي لكرة القدم، شلون تابعتوا اللقاء واللي انتهى بفوز الجزيرة 3-2؟ هو الحقيقة الوصل لا يزال يدفع ثمن الاستغناء عن حارسه الأساسي راشد علي لنادي الوحدة. نعم. يدفع الثمن غاليا، حيث أن الحارس البديل ليس على قدر مستوى الحارس السابق. نعم. لذلك احنا شفنا الوصل في الأونة الأخيرة بدأ يتلقى الهزائم سواء في كأس رئيس الدولة أو في مسابقة الدوري، على عكس فريق الجزيرة المستقر فنيا وإداريا ولاعبيه في فورمة عالية، لذلك لم يجد الجزيرة صعوبة في تحقيق الفوز. نعم. على الوصل، واستعادة الصدارة مؤقتا إلى أن يلعب اليوم عين في ختام منافسات الجولة. نعم. هل ترى أستاذ العوضي بأن الجزيرة ما زال بمقدورة مواصلة الحفاظ على قمة الترتيب الدوري وكذلك المنافسة على اللقب والفوز بلقب الدوري دوري الخليج العربي؟ في اعتقادي أن المنافسة في دوري الإمارات هذا الموسم ستنحصر بين العين وبين الجزيرة. نعم. نظرا لأن الأهلي مستواه تراجع. نعم. الوصل تراجع الآن. المنافسة الجزيرة يملك عناصر المنافسة كاملة.
ولذلك ليس بمستغرب أن يحقق الفوز في المباريات المقبلة. نعم. ولكن يبقى لقاء المؤجل مع العين. نعم. ولقاء مع العين في الدورة أيضا هو الفيصل في حسم مسألة المنافسة من عدمه. نعم نعم، كل التوفيق للفرق المشاركة في دوري نجوم أو دوري الخليج العربي بدولة الإمارات، وكذلك الشكر موصول للأستاذ العوض النمر الصحفي والناقد الرياضي بجريدة البيان الإماراتية. ومن بعد الاتصال مشاهدينا نواصل معاكم الصحافة العالمية من بعد الفاصل. حياكم الله مشاهدينا في صحافة العالمية، وقبل ما نخوض أخبارنا في الصحافة العالمية أرحب باسمكم بضيفنا الكريم الأستاذ نواف الخميس الناقد والصحفي الرياضي في جريدة الكويتية. أخوي نواف حياك الله معنا وسعداء بتواجدك معنا في حلقة اليوم من عالم الصحافة. أنا سعيد أكثر أبو علي، يعطيكم العافية، مسي عليك بالخير وعلى جميع طاقم العمل وعلى السادة المشاهدين. حياك الله معنا. أخبارنا العالمية تبدأ من إنجلترا. تبدأ أخبارنا من ملعب ستانفورد بريدج تحديدا، حيث كشفت الصحف البريطانية عن مشكلة بطلها القناص الإسباني بسبب أموال الصين. وبالذهاب إلى أولد ترافورد، فإن سبيشل ون أطلق تصريحات جديدة مثيرة كما عودنا طيلة مشواره التدريبي، بينما صدم الفيلسوف بيب أنصار السيتي بقراره النهائي حول سوق الانتقالات. تزايدت ردود الأفعال بعد المشادة التي حدثت بين أنطونيو كونتي ومهاجمي دييغو كوستا، واستبعد المدرب الإيطالي هدافه من مواجهة اليوم أمام ليستر سيتي في البريمير ليج. وأشارت التقارير إلى تمرد كوستا على ناديه ورفض التدرب في آخر 3 أيام، وذلك بسبب تلقيه عرضا ضخما من أحد الأندية الصينية يقضي بحصوله على 30 مليون استرليني كراتب سنوي. من جانبه أكد الصحفي الشهير سول هيكول أنه في نهاية المشادة صاح كونتي في وجه كوستا قائلا اذهب إلى الصين. أكد جوزيه مورينيو مدرب مان يونايتد على عدم اهتزاز ثقته بنفسه بعد البداية الصعبة مع فريقه هذا الموسم، ونجح البرتغالي في قيادة اليونايتد للانتصار في 9 مباريات متتالية، وهي أفضل سلسلة فوز في آخر 8 سنوات. وقال مورينيو لم أشك في قدراتي للحظة حتى عندما تسير الأمور بشكل سيء خلال مسيرتي، فكم من مدرب حقق نتائج جيدة كل عام. وأضاف لقد كنت بطلا للبريمير ليج قبل 2 عام، فزت بأكبر بطولة محلية في العالم منذ 2 سنين وليس قبل 20 عاما. واختتم حديثه لدي أحلام في مسيرتي فما زلت مدربا شابا. كشف مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن احتمالية عدم تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الجارية. وقال غوارديولا أنا سعيد بالتشكيلة التي أملكها، من الممكن تغييرها إذا سنحت الفرصة أو عند وجود إصابات، وأمل ألا يحدث ذلك، فأنا مسرور بعملي هنا ومع هؤلاء اللاعبين. رجعنا معكم مشاهدين ومكملين مع الأستاذ نواف الخميس الناقد والصحفي الرياضي بجريدة الكويتية وأخبارنا العالمية. بداية خلينا نتكلم أخوي نواف عن يعني لاحظنا مؤخرا استقرار تشيلسي مع كونتي، و
للأمانة أعتقد الكل يعني سواء مشجعين أو متابعين لدوري الإنجليزي يعني تفاجأوا من خبر تمرد كوستا وافتعال مشاكل داخل معسكر البلوز. صحة الخبر هذا من عدمه؟ كونتي كان قاب قوسين أودنا بالمباراة السابقة أن يكسر رقم أرسنال ب 14 فوز متتالي ويعني ويستمر في الانتصارات. كان الفريق ملتزم معه وكان في مسيرة ممتازة، والحين حاليا هو بفارق نقطي مريح على المنافسين. كوستا بالذات من ضمن المنظومة واللاعبين الذي يمتلكه كونتي أظهر شخصية مختلفة هذا الموسم، وظهر بشكل جدا جدا ملتزم. كانت شخصيته قوية جدا وحاضرة، ولم يكن لاعب متمرد كما كان في السابق ولاعب منفعل وكثير الحصول على الكروت الملونة. كان ملتزم ويعمل للفريق وكامل التركيز، وكان له دور فاعل هذا الموسم. نحن نقول لاعب أهداف الدوري 14 هدف، ساهم في صناعة 5 أهداف، أكثر لاعب مساهمة في الأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى 19 هدف حتى الآن من بداية الموسم. نتكلم عن أهمية لاعب صعب نادي كحجم تشيلسي يفرط في هذه النافذة. نعرفين اللاعب أصله لاتيني وأسباني، ولكن أصله لاتيني، وتكلمت أنا في حلقات سابقة عن اللاعبين اللاتينيين واتجاههم للاعبين اللاتينيين بالذات وإغراءهم من الدوري الصيني. احنا عارفين الدوري الصيني خطر كبير على الدوريات الاوروبيه. القدره الماليه الضخمه اللي عندهم وعدم وجود قوانين رادعه حتى الان من الاتحاد الدولي لكره القدم تردع المال، نقول ديرتي ماني، يعني المال الذي يغسل في كره القدم. لان غير معقول ان تاتي الصين بهذه السرعه وبهذه القدره الماليه الكبيره وتدفع هذه الرواتب الضخمه. احنا نتكلم عن عرض الموجه لكوستا 576 الف باوند بالاسبوع، راتب جدا خيالي، واعتبر حتى الان اذا اتجه كوستا الى الصين وفقا للتقارير الاخيره يكون هذا اعلى راتب للاعب كره قدم. فاحنا نقول ممكن يغري الراتب هذا كوستا، لكن امره بيد النادي. كوستا عقده مع النادي سنتين الى عام 2019، فنادي له كامل الصلاحيه بان يضحي فيه ويبيعه في هذا الميركاتو، وتشيزن انا يعني استبعد امر مثل هذا. كوستا مثل ما قلت لك هداف الفريق، اهم لاعب في المنظومه حاليا. حاليا احنا في نافذه انتقالات شتويه، لما نادي بحجم تشيلسي يضحي في كوستا الذي تمرد على الفريق، نقول هو الحادثه انا اعرف انه كان في سوء فهم حصل بينه وبين مدرب الياقه لانه ادعى الاصابه، فكونتي غضب من هذا التصرف. وكان خلافا لما اظهره من التزام في بدايه الموسم. ولهذا قال له انه جو تو تشاينا، او انه غضب عليه انه ذهب الى الصين. وفقا لانه اخر 3 ايام وكل عماله كان في الصين، وفي طبعا نادي اكيد توصل اخبار انه في مفاوضات شخصيه ما بين وكيل اللاعب والنادي الصيني. 30 مليون راتب في السنه يغري اي لاعب، لكن مثل ما قلت لك امره بيد النادي فعلا فرط في اوسكار في بدايه الموسم، مو بدايه الموسم، نقول قبل الميركاتو في منتصف الموسم، لم يكن وفق اجنده المدرب ولم يقتنع بادائه خارج الخدمه، كان بالنسبه لي كونتي، ولهذا ضحى فيه وبرقم خيالي بيعه الى نادي صيني ب 60 مليون. اما موضوع كوستا يختلف تماما وامره بيد النادي. تشوف اقرب للرحيل ام لا؟ ممكن في الميركاتو القادم، ولكن في هذه النافذه صعب جدا التفريط بلاعب في حجم كوستا. صعب جدا. من اخبار تشيلسي الى تصريحات مورينيو المعتاده، يعني احنا نتعود على مورينيو بالتصريحات هذه، من غير التصريحات ما يكون هناك سبيشال الون او مورينيو. يعني فتعليقك على تصريح مورينيو بالنسبه لفينجر؟ مع احترامي وتقديري له، هو سبيشال مثير للجدل صحيح، ويحب ان يجذب الانظار له في هذه التصاريح أمانة الذي تصغر من قدره. نعم. لا تعلي، لأن مدرب هو قاعد يظهر إنجازاته. قلنا أنا حققت الدوري وحققت دوري الأبطال، آخر موسمين كنت متوج مع تشيلسي. ولكن لماذا الغمز واللمز بشكل مبطن لمدربين آخرين؟ عارفين هو يقصد أرسن فينجر، ولكن هو وضع هذا المدرب في باله ودائما يغمز
ويلمز عليه انه مدرب الفيلير سبيشال انفيلير وصار له سنوات في تدريب ارسنال ولم يحقق الدوري. الصحافه والاعلام لا تركز الا عليه ولا تتجه الى هذا المدرب الذي يعتبر اكثر المدربين حظا في العالم او في الدوريات الكبرى، وأن دائما يقول ان الدوري الانجليزي هو جنه المدربين، بان مثل أرسن فينجر 18 موسم او يعني مو 18 موسم، هو يقول 18 موسم ولكن هو لم يحقق الدوري من 14 موسم. بالنسبه الى مورينيو، نعم. هذا الموسم كان في صعود وهبوط صحيح مع الفريق. في بدايه الدوري حقق 3 انتصارات العلامه الكامله، ولكن فيما بعد العشر لقاءات التي تلت تعثر في 8 لقاءات، او يعني حقق 13 نقطه في اول 19 لقاء في اول 19 مباراه، يعتبر هذا يعني او العكس 19 نقطه في اول 13 لقاء، هذا يعتبر أسوأ انطلاقه لمانشستر يونايتد في تاريخ البريمير ليج. واول مره في تاريخ البريمير ليج مانشستر يونايتد على ارض اولد ترافورد يفشل في الفوز. هذه كلها كانت بدايات سيئه لمورينيو، اما الان هو يفوز الفوز التاسع على التوالي، وجز ان هذا يعني افضل رقم في اخر 8 سنوات للنادي. حاليا هو في مسيره جيده، قريبا من سوق الانتقالات حاليا، ولا يريد التعزيز. وجد التشكيله المناسبه التي يرمي عليها حاليا. بعض اللاعبين وصلوا الى المستوى الذي يريده منهم المدرب، منهم ابراموفيتش، كذلك بوغبا استعاد الرتم الذي تعود عليه في يوفنتوس، كذلك يؤدي الادوار المطلوبه منه من المدرب. مختاريان الذي كان يركنه على الدكه، لانه طبعا من عيوب مورينيو انه كان وضع عليه المدرب الحجر، لانه لم يضرب الصوره المطلوبه في مباراه واحده امام مانشستر سيتي، فاصبح بينهم خلاف خلف الكواليس، مع ان هذا اللاعب من اللاعبين الذي اشار اليهم في سوق الانتقالات ودفع عليه المبلغ الكبير لانتدابه، ومن ضمن اللاعبين الذي طلب الاعتماد عليهم من ضمن 4 لاعبين هو بايلي وابراموفيتش بوغبا وكذلك مختاريان. بعد صراع في الانتقالات وانتدابه بصعوبه ركن على الدكة لقسم كامل، قسم كامل، لأنه لم يؤدي بشكل مطلوب، ولأنه حصل بينه وبين خلاف، لكن بعد الاعتماد عليه وعدته بدأ بالإشادة به، وأن دوره كبير، وأن لاعب يمتلك التقنية العالية والرتم الممتاز في المباريات. بالحديث عن الانتقالات وعدم رغبة مورينيو في دخول الميركاتو الشتوي، كذلك سمعنا تصريح غوارديولا بعدم الحاجه الى الدخول في الميركاتو الشتوي، رايك بهذا التصريح؟ وفعلا غوارديولا دخل السوق بشكل قوي وندب لاعبين كثار عزز بهم التشكيله، غوندوغان وليتو، جابرييل خيسوس في يناير ايضا جلبه من البرازيل، جون ستونز كمدافع يعني رقم قياسي بانتداب مدافع انجليزي للفريق، كلاوديو برافو هو بقناعته يحب اللاعب الذي يشارك في صناعة اللعب، بناء الهجمة. نعم في بناء الهجمة والتمرير، ولكن أنا أشوف برافو كحارس جديد على الدوري الإنجليزي كان أمانة كارثي لمانشستر سيتي، ولم يكن هو المعوض الذي يستطيع ملء خانة جو هارت في المواسم السابقة. لاعب يعتبر أسطورة بالنادي، حقق ألقاب مع الفريق، كان الفريق بعيد عن تتويج، توج معهم في دوريين. كلاوديو برافو كان سبب في بعض الأهداف التي كلفت الفريق بعض النقاط في الدوري، وكذلك نقول غوارديولا عنده قناعة في هذه التشكيلة التي يملكها. صحيح غوندوغان تعرض لإصابة خطيرة يبتعد فيها لنهاية الموسم، ولكن هو أيضا أعاد اللي هو يايا توري، وضع فيه الثقة، يملك فرناندينيو، يملك فرناندو، هناك بعض اللاعبين الموسم القادم ينوي الاستغناء عنهم، كليشي، سانية، كولاروف، زابلتا، نحن نقول أظهرة كاملين للفريق، ومعهم نافاس، بعض اللاعبين الذي يرغب في الاستغناء عنهم راح يدخل بقوة في الميركاتو القادم، ولكن حاليا هو انتدب تقريبا نصف فريق لهذا الموسم. أفتكر أنه هو مستكفي على هذه التشكيلة ويستطيع أن ينافس بها في هذا الموسم. نكمل معك أخوي نواف بعد خبرنا التالي، فمن إنجلترا إلى إسبانيا، محطتنا التالية تحديدا من الكامنو، فالبرغوث لا ينتقد، هذا كان قرار الإدارة ضد مسؤول قلل من إنجازات معشوق الفريق والجماهير،
ومن إسبانيا إلى فرنسا، نجد النادي العريق الساعي للعودة إلى أمجاده يحاول يتظفر بخدمات نجم الهامرز قبل جميع المنافسين. أعلن نادي برشلونة عن إقالة بيري جراتاكوس مدير العلاقات المؤسسية من منصبه عقب تصريحاته والتي قلل فيها من إنجازات النجم ميسي. وكان جراتاكوس قد صرح قبل يومين بأن ليونيل لم يكن يحقق هذا المجد من دون زملائه أمثال إنيستا، نيمار وسواريز. وذكرت صحيفة ماركا أن تصريحات جراتاكوس قد خرجت عن نهج الإدارة في التعامل مع اللاعبين وأهمهم ميسي، مما اضطرها لإعلان إقالته خشية إحداث شق داخل صفوف الفريق. سلطت صحيفة ليكيب الفرنسية على الاتفاق بين نادي مارسيليا ونجم ويستهام يونايتد ديمتري باييه، ونشرت الصحيفة على غلاف الصادر صورة للاعب تحت عنوان باييه يتفق مع مارسيليا. وكان مدرب ويستهام قد أعلن عن رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الفريق، ولكنه في الوقت نفسه أكد على رغبة النادي في إبقائه. ومن ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى رغبة سان جيرمان في التعاقد مع مهاجم تشيلسي ميتشي باتشواي في الفترة القادمة. رجعنا معكم مشاهدين ومكملين في أخبارنا العالمية ومع الأستاذ نواف الخميس الناقد والصحفي الرياضي في جريدة الكويتية. أخوي نواف، نعلم أو الكل يعلم بالتأكيد مدى قوة ميسي وتأثيره في برشلونة، ولكن رأيك بما حدث من تصريحات خاصة يعني ابتسامة ما أقدر أقول عنها غريبة، يعني جلاتاكوس فيما يخص تعليقه أو تصريحه ضد ميسي؟ يعني ميسي مثل ما قلت اللاعب الذي لا يمس في برشلونة، أهم لاعب في تاريخ النادي. صحيح، فعلا هو العالم الفارقة في العقد الأخير، تكلم عن كرة القدم بإجمال ليس في برشلونة فقط. صحيح، قد يتفق مع جلاتاكوس الذين لا يعشقون برشلونة أو بعض المحايدين، أن ميسي يعتمد على المنظومة التي حوله في برشلونة، إنييستا، نيمار، سواريز في السابق، زافي، ألفيس. ممكن أن في بعض الآراء تتفق معه، ولكن أن تأتي هذه المقولة من مدير العلاقات في النادي، هذا الشيء الذي لم ترضى عنه الإدارة. وكانت تصرفت بشكل سريع مع هذا التصريح، وأقيل من منصبه بعد 5 ساعات من هذا التصريح. بالتالي الإدارة قالت أنها غير مسؤولة عن هذا التصريح الذي يمس لاعب بحجم ميسي، هداف التاريخي للنادي. صحيح، ونحن نتكلم باختصار ميسي كأرقام بشكل بسيط، 670 مباراة مع بلوغرانا. سجل 536 هدف وصنع 222، يعني نقدر نقول ساهم في 756 هدف. يعني هذا رقم خيالي، رقم خيالي. لاعب مثل ميسي يساهم بهذه الأهداف وهذه البطولات وهذه الإنجازات لبرشلونة، ويأتي مدير العلاقات ويصغر من حجم هذا اللاعب. أنا قلت لك ممكن بعض الآراء تتفق معه، ولكن تأتي من مسؤول كبير في برشلونة، وهذا الشيء الذي لم يرضي الإدارة. يعني استغرب من مثل هذه التصريحات فيما يخص ميسي أو حتى رونالدو. بالتأكيد هما يعني ظاهرتين في آخر 10 أو 20 سنة يعني في عالم كرة القدم، ونشوف مثل هذه التصريحات ضدهم سواء من المقربين من النادي أو حتى من المنافسين من أندية أخرى، بأن لا ميسي مو اللاعب الأول، يعتمد على إكزافي، يعتمد على نيسا. يعني نشوف الحين مواقف أو فارقة ميسي مع برشلونة من خلال أدائه في بعض المباريات سواء على الكاس أو حتى في الدوري. يعني فأستغرب مثل هذه التصريحات ضد كلاعب. يعني من إسبانيا إلى فرنسا، والأخبار اللي ربطت انتقال باييه بعدة أندية آخرها مارسيليا، رأيك وتعليقك وين تشوف وجهة لاعب ويستهام السابق؟ باييه موضوع مشابه نقدر نقول لكوستا، تمرد على النادي، ولكن اختلف عن موضوع كوستا أنه لا يريد اللعب إطلاقا، وصرح بها
بشكل مباشر. نعم. كمدرب الفريق. اللي اختلف مع موضوع كوستا ان كوستا قال انه والله هو مصاب ولا يريد ان يتمرن مع الفريق. نعم. موضوع باي هو صرح للمدرب بليتش قال له انه لا يريد الاستمرار مع الفريق. مع ان اللاعب يمتلك في عقد محسن مع الفريق الموسم السابق. نعم. بعد 6 شهور حسن عقده لخمس سنوات اضافيه الى عام 2021 وبراتب محسن اللي هو 120 الف باوند بالاسبوع. ولكن اللاعب لسبب او لاخر انا ممكن اختلق له العذر انه اخر لاعب في اخر عقد له في مسيرته. صحيح. وهو في سن 30 سنه حاليا. صحيح. في مارس يكتمل سن 30 سنه. نعم. لاعب برز بشكل كبير مع ويست هام واصبح محط انظار جميع الافريق الاوروبيه. صحيح ان مارسيليا بادارته الجديده ينوي استعاد هذا اللاعب، قد يكون حن الى الوطن عقليته انه ما قدر يستقر في الدوري الانجليزي، هذه امور احنا نجهلها. نعم. ولكن فعلا لاعب لا يريد الاستمرار مثل ما قلت لك، الذي يمتلك القرار في هذا الامر وهو النادي. نعم. لان النادي اللاعب في عقد مع الفريق، اذا كان اللاعب في ظرف صحي هذا الامر يكون رغم ان النادي لا يشارك مع نعم. مع الفريق، ولكن اي سبب اخر يعتبر هذا يعود الى النادي في اعطاء العذر لعدم التمرين وعدم الاستمرار. نعم. ولهذا اللاعب في هذا الميركاتو وضع النادي في وضع جدا صعب. نعم. النادي يمتلك كسر عقد معاه 40 مليون باوند، وكذلك في حال هبوط الفريق عن البريمير ليج ممكن ان يخرج هذا اللاعب في حاله ان الفريق نزل الى البريمير شيب ان يخرج بسعر 15 مليون باوند. احنا عارفين ان ويست هام انتدب هذا اللاعب من مارسيليا ب 10 مليون باوند في موسم 2015. نعم. حاليا اللاعب حسن عقده معهم والاداره تملك كامل الصلاحيه وكامل القوه والاثوريتي في السيطره على وضعه، اما ابقائه وعدم بيع هذا الميركاتو، قد يباع في الموسم القادم، ولكن الفريق جدا في حاجته للاستمرار في الدوري وكذلك عدم الهبوط، خصوصا انه قريب نقطيا من فرق الحفه. بالحديث عن الدوري الفرنسي واللي تشوف او توقعاتك فيما يخص مارسيليا وعودتها القويه والسابقه فيما يخص منافسات الدوري الفرنسي، نشوف الحين يعني نيس وتصدره للدوري الفرنسي، وين تشوف مارسيليا؟ هل بامكانه فيما يخص ما تبقى من مباريات الدوري الفرنسي؟ بادارته الجديده يستطيع المنافسه على الدوري، خصوصا ان مارسيليا لا تاريخ. صحيح. في البطوله ليج الفرنسيه لا تاريخ مع الفريق ويستطيع العوده. احنا شفنا حتى بقوه باريس سان جيرمان مونبلييه استطاع ان يتوج في اللقب. يستطيع مارسيليا بادارته الجديده وبضخ الاموال العوده الى القمه مره ثانيه، خصوصا بلاعب بمستويات اذا بايس استطاع الفريق ان يستعيده مره اخرى. كل الشكر لك اخوي نواف الخميس على تواجدك معنا في حلقه اليوم من على الصحافه، وان شاء الله نشوفك في حلقات قادمه. الشكر لكم، يعطيكم العافيه. شكرا لك، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه. ختامنا في حلقة اليوم من على الصحافة، يتجدد لقاءنا بكم إن شاء الله في حلقة الغد. إلى ذلك الحين مع السلامة.